كسب المال صعب. يتعين على معظمنا العمل في وظائف لا نحبها لمجرد تحمل تكاليف معيشتنا، لكن الطريق إلى الحياة المزدهرة يكون أحيانا بنفس سهولة الوقوع في الحب. بالتأكيد سيتم مناداتك بالبحث عن الثروة وليس الحب، لكن هذا اللقب لن يكون دقيقا تماما إذا تزوجت هذه المرأة. اتضح أنك ستحصل على أكثر من 100 مليون دولار للقيام بذلك، وهذا العرض ليس حتى للزواج المدبر. أنا أعرف ما تفكر به، وما المقابل؟ حسنا، ستحصل على هذا المبلغ لسبب غريب جدا وسأشرح لك لاحقا، ولكن قبل أن أفعل ذلك دعنا نتعمق في الممارسة الغريبة المتمثلة في دفع المال لأفراد الأسرة للزواج. لنبدأ بمناقشة مهر العروس. يشير مهر العروس إلى الثروة المادية التي يمنحها العريس أو عائلة العريس لعائلة العروس وليس للعروس نفسها، وهذا على عكس المهر، أي عندما تنقل عائلة العروس ثروة مادية أو ممتلكات إلى العريس أو عائلته، تعود جذور مهر العروس إلى حضارة بلاد ما بين النهرين، والتي تعود إلى آلاف السنين. في بلاد ما بين النهرين القديمة في غرب آسيا، يصف القانون البابلي المعروف باسم قانون حامورابي جوانب مختلفة من مهر العروس، مثل الشروط التي يتم ضمان استردادها، كما لو كان الرجل يبحث عن زوجة أخرى، أو إذا كان الأب لا يوافق على الزواج. في هذا الصدد، يمكن اعتباره وسيلة لتحفيز عائلة العروس لقبول العريس، وثني العريس عن عدم ولائه. في التوراة، هناك آية من سفر التثنية تناقش هذه الممارسة، وتنص على أن الرجل الذي على علاقة جسدية مع امرأة عذراء، يجب أن يعطي 50 شيكلا من الفضة لوالد المرأة وأن يجعلها زوجة له، هذا إذا قام أحدهم بإمساكهما معا في ذات الفعل. لذلك من الواضح أن لهذه الممارسة تاريخا طويلا، لكن كفى من الماضي، هل ما زالت هذه الممارسة شيئا في يومنا هذا وفي العصر الحديث؟ نعم، خاصة في إفريقيا والصين. عروض مهر العروس شائعة في هذه الأماكن، لكن كيف يتم ذلك بالضبط وفي أي سياق يختلف إلى حد كبير عن بعضهم البعض؟ أولا إفريقيا. في هذه المنطقة هناك ضغط ثقافي كبير لدفع مهر العروس. إذا كنت شابا تريد الزواج فعليك تقديم بعض المال لعائلة العروس للقيام بذلك. إذا لم يكن لديك ما يكفي من المال يجب أن تتعهد بدفعه على أقساط مستقبلية. في معظم الأوقات يتعين على الرجل بدء الاتصال بوالدي العروس عن طريق وسيط يكون عادة من الأقارب، حيث أنه ليس من الأدب الاقتراب من الوالدين مباشرة. سيقوم الوسيط بنقل الرسائل بين الطرفين مع استمرار المفاوضات حول مهر العروس. في الواقع كان بعض الرجال الأفارقة ينتظرون أن تتزوج شقيقاتهم وخالاتهم أولا لتعويض ديون مهر العروس، حيث يمكن أن يتراوح السعر في أي مكان من عدة مئات إلى عدة آلاف من الدولارات، ما يعادل راتب سنوات عديدة. وإذا مات أو أصبح عاجزا فإن جميع أفراد أسرته ملزمون بدفع الدين باعتباره دينا عائليا لشرف. في كثير من الأحيان يأتي الزواج مع المزيد من التحفظات. على سبيل المثال في منطقة جنوب الصحراء الكبرى لا يجب على العريس أن يدفع للعروس فحسب، بل يجب أن يكون لديه أيضا القدرة المالية لإقامة الزواج في كنيسة أو كحفل مدني، وإلا فإن أهل العروس لن يعتبروا زواجهما سليما. وفي جنوب إفريقيا هناك لوبوبو، وهو مصطلح يشير إلى مهر العروس الذي يدفع على شكل ماشية وماعز وأحيانا نقود. يمكن للرجل أن يوافق على تسديد دينه في أجزاء بمرور الوقت حتى يتمكن من الزواج وسداد الدين لأنه يعمل وينشئ أسرة، لكنها ممارسة مزعجة لأنها غالبا ما تؤدي إلى الجريمة، حيث يخاطر الشباب اليائس بحياتهم لسرقة الماشية، وغالبا ما يترك حياة الشخص بأكملها خاضعة للشؤون المالية المرتبطة بالزواج. بمجرد أن يعرض الرجل مهر العروس يصبح هذا دليلا قاطعا على رغبته في الزواج من المرأة، وهذا يجعله أكثر من كونه عملا رمزيا يمثل جزءا من الثقافة التقليدية وليس مجرد عملية شراء. في زيمبابوي تعرف أيضا باسم الرورا، وهي تشبه إلى حد كبير طريقة شكر أسرة المرأة على تربيتها بدلا من شراء العروس من عائلتها. إلى الشمال يمكن أن يكون مهر العروس أكثر تكلفة. بالنسبة للرجال في مملكة أنكولي في أوغندا فإن مهر العروس باهظ الثمن للغاية، ولكن ليس بقدر عرض 128 مليون دولار الذي سأكلمكم عنه بعد قليل. ليس متوقع منهم منح الماشية فقط، ولكن أيضا منزلا وسيارة وممتلكات أخرى.
الوضع الاجتماعي مهم في المبلغ الذي يجب أن يدفعه العريس، نظرا لأن التعليم في أوغندا مكلف، فمن المتوقع أن تحصل العروس ذات التحصيل العلمي العالي على المزيد. كيف ينظر إليها المجتمع يؤثر أيضا على السعر، على الرغم من أن الأجانب يعتقدون أن هذا المعيار مهين للمرأة. عامل مهم آخر يلعب دورا في السعر المعروض هو المكانة الاجتماعية والاقتصادية للعريس. من المعروف أن الرجال الأغنياء يدفعون المبلغ كاملا كرمز للشرف، بينما قد يحتاج الآخرون إلى الاقتراض وتسديده في غضون عدة سنوات. تخيل الذهاب إلى أحد البنوك وإخبارهم أنك بحاجة إلى قرض لدفع ثمن زوجتك. في أي دولة أخرى ربما سيطردونك، لكن بالنسبة لأولئك في إفريقيا الذين يتحلون بالصبر الكافي، فقد يتزوجون في وقت لاحق ويركزون أولا على الحصول على المزيد من الممتلكات. ولكن قبل أن تبدأ في الشكوى من مدى سوء الأمر بالنسبة للرجال، انظر النساء من غينيا الاستوائية وسترى كيف يمكن أن يكون هذا التقليد غير عادل بالنسبة للنساء أيضا. هذا هو المكان الذي يعيش فيه جماعة شعب الفانغ. بالنسبة لهذه المجموعة العرقية يعتبر الطلاق فكرة سيئة للغاية. الطلاق ليس مخالفا للقانون، ولكن هناك وصمة عار اجتماعية تلوح في الأفق. لا يتعين على المرأة التي تختار الطلاق مواجهة وصمة العار هذه فحسب، بل يتعين عليها أيضا سداد مهر العروس حتى لو كانت عائلتها هي التي تحصل عليه. إذا لم تستطع السداد يتم إرسالها إلى السجن. لذلك هنا يعمل كوسيلة لتقييد حرية المرأة وتقليل وضعها الاجتماعي. وفي حين أنه من السهل معرفة سبب كونه غير قانوني، فإن تحريمه لا يزال غير كاف لوقف الممارسة من الاستمرار. بالنسبة إلى الأشخاص في كينيا، فإن المهور الإلزامية للعرسان أمر غير قانوني، ولكن هناك توقع اجتماعي للرجال لدفعها، وعلى عكس المناطق الإفريقية الأخرى حيث ينظر إليه بشكل أساسي على أنه عمل رمزي، فإن مهر العروس في كينيا هو معاملة تجارية. لست أعلم بشأنك، لكن المشكلة الكاملة للجمع بين الحب والمال كنوع من عمليات الانتقال لا تبدو حقا فكرة جيدة لأي شخص. تخيل مدى تعقيد محاولة تسوية الطلاق في المحكمة بعد الزنا ودفعها لمهر العروس. في الواقع لهذا السبب في عام 2015 حضرت المحكمة العليا الأوغندية استرداد مهر العروس. هذا يعني أن النساء اللواتي اخترن الطلاق لم يعد عليهن سداد ما حصلت عليه أسرهن من العريس وعائلته، وزعم القضاة أن المبلغ المسترد وضع المرأة في السوق وانتهك حقها في الطلاق. ولكن على الرغم من فكرة بيع المرأة للزواج، أقرت المحكمة العليا بأن هذه الممارسة نفسها لا تزال دستورية. والآن دعني أنتقل من إفريقيا إلى مهر العروس في الصين. كما ترى إنه جزء من الثقافة الصينية التقليدية. يبدأ كل شيء بيوم يسمى تيكين، حيث تلتقي العائلتان لتحديد سعر العروس. ربما يمكنك الاستفادة من حقيقة أن العروس تطلق الريح أحيانا كثيرة أو تضع إصبعها في أنفها كطريقة لإبقاء سعر العروس منخفضا. لا أعرف ما إذا كان ذلك سيساعد في الحصول على موافقة الأسرة، ولكن يمكنك توفير بعض المال. بعد تلك المناقشة الأولية هناك غاو دالي، والذي يحدث قبل أسابيع من الزفاف. يزور العريس والخاطبة عائلة العروس ليس فقط لتقديم مهر العروس، ولكن أيضا الهدايا مثل المجوهرات وكعك الزفاف. قد تعتقد أنها صفقة في اتجاه واحد، ولكن في الواقع تعيد العروس جزءا من المهر والهدايا كبادرة حسن النية في يوم الزفاف. إذا ما هو سعر العروس بالضبط في الصين؟ يبدأ عادة بحوالي 10,000 يوان صيني أو ما يقارب 1500 دولار، وبالونات في أماكن مثل شنغهاي. هل تصل إلى عرض 127 مليون دولار سيء السمعة؟ لا، ولكن ليس من غير المألوف أن تصل أسعار العروس إلى مليون يوان صيني، أي حوالي 150 ألف دولار. بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يتوقع من العرسان في الصين تقديم سيارة ومنزل. إذا لم يتمكن العريس من شراء منزل، فعليه على الأقل أن يمنح عائلة العروس شقة بطبيعة الحال، على أمل استعادة ما دفعوه لعائلة العروس. يفضل العرسان في الصين إعطاء المهر في 18 من مايو، هذا لأن صياغة اليوم تبدو مثل سأصبح ثريا باللغة الصينية. يبدو غير مهم، ولكن مع ارتفاع مهر العروس باستمرار في الصين لا يمكنك لومهم على المحاولة. الحقيقة هي أن عدد الرجال أكبر من النساء، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سياسة الطفل الواحد وتفضيل إنجاب الأطفال الذكور. هذا الخلل في التوازن بين الجنسين أجبر الرجال على التنافس مع بعضهم البعض على فرص الزواج.
وإذا نظرت إلى الأمر من منظور عائلة العروس فلا يمكنك إلقاء اللوم عليهم أيضا. لا توجد شبكة أمان اجتماعي في الصين، لذلك يتعين على الأباء الاعتماد على أسرهم للحصول على الدعم المالي، ولكن بسبب سياسة الطفل الواحد لن يكون لوالدي العروس أي شخص آخر بمجرد أن تغادر ابنتهما وتنتقل مع العريس. هذا هو السبب في أن هذه الممارسة مهمة للاستقرار الاقتصادي لأسرة العروس. الآن بعد أن أوضحت مدى تنوع ممارسة مهر العروس في جميع أنحاء العالم، اسمحوا لي أن أكشف لماذا عرض شخص ما 128 مليون دولار للزواج من امرأة معينة. هذه قصة غير عادية، لأن عائلة المرأة كانت على استعداد لدفع المال للعريس وليس العكس. من كانت المرأة؟ اسمها جي جي تشاو، وهي ابنة رجل الأعمال الملياردير في هونغ كونغ سيسيل تشاو سيزي تشانغ. نظرا لكونها شابة جذابة فقد تكون محيرا برغبة في قبول هذا العرض، لكن الأمر ليس بهذه البساطة. في عام 2012 علم والدها أن ابنته البالغة 33 عاما ذهبت إلى فرنسا للزواج من تشون يونغ الذي كان معها لمدة 7 سنوات في ذلك الوقت. تشون يونغ في الصورة هنا أنثى أيضا. لم يستطع سيسيل قبول أن ابنته كانت شاذة، لأنه من الواضح أنها لا تزال ممارسة شاذة في الصين. في النهاية طرح ما يسمى بمكافأة الزواج بقيمة 500 مليون دولار هونغ كونغي بناء على سعر الصرف في ذلك الوقت، كان هذا يعادل 64.51 مليون دولار أمريكي. بالتقدم سريعا إلى عام 2014 وستكتشف أنه لم ينجح أي خاطب. كانت جي جي مصرة على أنها كانت بالفعل شاذة، ثم قرر والدها مضاعفة العرض. هذه المرة كان على استعداد لمنح 1 مليار دولار هونغ كونغي لأي رجل يتزوج ابنته. كان سعر الصرف في ذلك الوقت 1 دولار هونغ كونغي بما يعادل 0.128 دولار أمريكي، لذا فإن عرض 1 مليار دولار هونغ كونغي كان يعادل 128,970,000 دولار أمريكي. حتى أن الملياردير أخبر صحيفة نانيانغ تشيانبو الماليزية أن جي جي لا تزال عزباء، لأنه يرفض تصديق أن ابنته تزوجت امرأة أخرى. علاوة على ذلك يعتقد أنه لم يفت الأوان على ابنته لتغيير رأيها، ومع ذلك لم يكمل أحد التحدي المتمثل في تغيير ميولها الجنسية، ويبدو أنه لا أحد سيفعل ذلك. في النهاية سحب سيسيل عرضه بعد أن أرسلت جي جي خطابا مفتوحا. في ذلك قالت إنها تحترم والدها كثيرا، رأته جي جي على أنه نموذج يحتذى به حيث أراد فقط ما هو الأفضل لأطفاله، ومع ذلك قالت إن لديهما توقعات مختلفة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات. كانت لديها علاقات سابقة مع الرجال لكن لم تدم جميعها طويلا، ولكن مع شون كانت جي جي أخيرا سعيدة ومرتاحة. تعرب عن أسفها لأن سيسيل لا يفهم مدى سعادتها بزوجتها، لكنها تعتقد أنه لا حاجة لهما للموافقة على علاقات بعضهما البعض مع الآخرين. كانت تأمل في أن يعامل والدها شون باعتبارها إنسانة طبيعية وكريمة. وأخيرا أوضحت أنها لم تكن شاذة بسبب أي نقص في الرجال الصالحين في هونغ كونغ. اليوم تعتبر جي جي تشاو رمزا صينيا للشاذين تم الإشادة به لتسليطه الضوء على قضايا المثليين في دولة هونغ كونغ المحافظة إلى حد كبير. وعلى الرغم من عدم حصول أي شخص على عرض بقيمة 128 مليون دولار، إلا أنه يظهر فقط مدى انتشار هذه الممارسة حاليا وإلى أي مدى هم مستعدون للوصول. إذن ما رأيك في المهر بشكل عام؟ وما رأيك به في إفريقيا وفي الصين؟ وما الفرق بينهما؟ أخبرني بآرائك في التعليقات أدنى، وشكرا للمشاهدة.